مبادرة شخصية ومجهود فردي قام به أحد المهتمين بالتاريخ والموروث الأدبي والفني ليقيم معرضاً يحوي وثائق ومجسماً للمعالم القديمة لوسط مدينة مصراتة، من بينها الجامع العالي العتيق وما يقرب من 2000 صورة ضوئية لمواقع ومدارس وزوايا وكتاتيب ومساجد ولشخصيات لها أثر طيب في تاريخ مصراتة الحديث والمعاصر، من علماء وسياسيين وقضاة وأدباء وفنانين ورياضيين ومعلمين. احتويت المعرض هو يضم أكثر من حوالي أكثر من 2000 صورة يعني لمصراتة القديمة ولبعض الشخصيات اللي لها بصمة في مصراتة، بالإضافة إلى معلومات عن التراث الشعبي والمقتنيات الشعبية، بالإضافة إلى مجسمين، مجسم للمدينة القديمة بمساحة حوالي 4 متر و20 في 2 متر و10 ومجسم للجامع العالي. حظي المعرض بحضور كبير ومميز من مثقفي وأدباء وناشطي مصراته من مختلف الأعمار والميول والاهتمامات. فعلا رجعت بي الذاكرة إلى سنوات الطفولة في هذه الأماكن اللي عشتها طفلا وشابا ونشأت فيها وترعرعت فيها، وكانت ذات طابع مميز. مدينة مصراتة القديمة كانت طابعها مميز. يهدف المعرض إلى تقديم المعلومات التاريخية الموثقة بالصور للباحثين والدارسين في مجال التاريخ والأثار، وتوعية المواطن بأهمية التراث بجميع مكوناته. أكيد الأجيال والطلبة والتلاميذ الآن في هذه المدينة وفي ليبيا عامة ليس لهم أي فكرة على عن ذاكرة المدينة وكيف كانت الملابس وكيف كانت الحياة والزي وعملية التدريس والرياضة في ذلك الوقت، لكن حقيقة إن هذا المعرض جسد تاريخ هذه المدينة. تنوع في المعروضات يجسر بين قرنين من تاريخ مدينة مصراته في تناغم وانسجام يسر الزائرين ويمتع الناظرين. بين صور ومخطوطات ومجسمات تشكلت أجنحة معرض ذاكرة المدينة بمجهود فردي فني تاريخي يطمح زواره لدوام افتتاح أبوابه ليظل نقطة مضيئة في تاريخ هذه المدينة. عبد اللطيف أبو زاهو، قناة ليبيا الأحرار، مصراتة.